بداية بنبدأ أكيد بنادينا النادي الأهلي. النادي الأهلي طار النهارده الصبح بعد طبعًا التدريب الصباحي كان في الجزيرة، وطبعًا للمشاركة التاسعة فريقنا طار للسعودية، بدء مشوار المارد الأحمر الحقيقة في بطولة العالم للأندية في النسخة الجارية 2023. البعثة وصلت لسه واصلة يعني من وقت قليل، وزي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله تكون رحلة موفقة. بيرأس طبعا بعثة النادي الأهلي في هذه البطولة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، بيحرص كمان طبعا كالعادة خالد مرتجي خلال الأيام الماضية بمجهود كبير جدا، والحقيقة الأيام اللي فاتت كان بيحرص المهندس خالد مرتجي على التنسيق الكامل مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة لترتيب الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة والملاعب التدريب وسائل الانتقال وكل ما يهم الأسرة خارج ال 18 أو خارج المستطيل الأخضر. اصطحب الجهاز الفني للأهلي برئاسة طبعا السويسري مارسيل كولر 28 لاعب للسعودية. حضراتكم عارفين إن القائمة يمكن كانت بتضم 23 لاعب بس، لكن كولر فضل يعني تحسبا لا قدر الله تعرض اي لاعب للاصابه خلال الايام القليله اللي جايه، وبالتالي يتم استبداله بلاعب جاهز، ويعني وخد تقريبا كل اللعيبه موجوده معاه، يعني ان شاء الله باذن الله يكون كل التوفيق لفرقتنا. قائمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اللي بتضم طبعا محمد الشناوي، حمزه علاء، مصطفى شوبير لحراسه المرمى، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، كريم الدبيس ده في خط الدفاع، مروان عطيه، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكب في خط الوسط، محمود كهربا، بيرسي تاو، وموديست في الخط الامامي.